المؤسسات جدا مهمة في قوة الأمة. المجتمع يجب أن يكون مشحون من المؤسسات. الآن هذه البلاد الغربية، هذه البلاد الكافرة، في الحديث أكو خذ الحكمة ولو من فم الكافر، هذه من نقاط قوتها أنها مليئة بالمؤسسات، مؤسسات سياسية، مؤسسات اجتماعية، مؤسسات خيرية ضخمة. هذه المؤسسات هي التي تحفظ المجتمع، هي التي تنمي المجتمع. أنا أضرب لكم مثالين. المثال الأول، في إحدى البلاد الغربية اللي نفوس ذلك البلد حوالي 56 مليون إلى 57 مليون، هذا العدد في ذلك البلد، الأفراد وهم أفراد كفار الذين يعملون في المؤسسات الخيرية في ذلك البلد. المؤسسات الخيرية يعني مؤسسات الزواج، مؤسسات إعانة الفقراء، مؤسسات تكفل الأيتام، اللي يعملون في ذلك البلد الكافر 10.5 مليون إنسان. يعني كم؟ يعني حوالي 5 ذلك المجتمع يعملون في المؤسسات الخيرية. ليش هؤلاء أقوياء؟ على كل نقاط الضعف التي عندهم، هذا من عوامل. حوالي 5 ذلك المجتمع، كل واحد من 5 تقريبا منخرط في لجنة خيرية. اللجان الخيرية تقدم المجتمع، اللجان الخيرية تحفظ المجتمع. ليش الحركات الهدامة مثل الحركات الشيوعية ما تنجح في بلاد الغرب؟ ليش اجت الى بلادنا وهددت بلادنا؟ ليش اجت الى الاتحاد السوفيتي وحطمت الاتحاد السوفيتي؟ هذه الحركات الهدامة ماكو. المجتمع مجتمع هش. هذه المؤسسات تعطي للمجتمع قوة. 10.5 مليون إنسان يعملون في المؤسسات الخيرية، مو معناته متفرغين، متفرغ لا، واحد بالأسبوع يعمل 10 ساعات، 5 ساعات، كل يوم ساعة، ساعتين. إشقد هذا مؤثر في قوة المجتمع؟ إشقد مؤثر في فتح أبواب الخير على الإنسان؟